مرحبا بكم يا أصدقائي، اشتقت لكم. قد قابلنا رساما يسمى أندري ديران في المرة السابقة، واليوم سنتعرف على رسام جديد وهو يدعى وائل شوقي. هناك سر يكمن في لوحاته، أما سرها هذا فاكتشفوا بأنفسكم وأنتم تنظرون إليها. هيا إذن، هل تريدون أن ندخل إلى لوحات وائل شوقي الآن مباشرة؟ إن وائل شوقي رسام مصري، وما أعرفكم عليه اليوم كله لوحات مرسوم فيها مدن آثار قديمة. هيا نرى هذه اللوحة، هل تشعرون أن مكان اللوحة هو موقع تاريخي أثري؟ ربما الآن ليس النهار لأن السماء مظلمة. قد وجدت شيئا ممتعا، هناك شيء مثل حيوان ما مختف، هيا ابحثوا عنه. نعم، هناك حيوان مثل أرنب مختف. هل نرى هذه اللوحة أيضا؟ لها إحساس مختلف عن ما رأيناه قبل قليل. عندما نرى مكانا محددا بشكل دائرة يبدو كأنه سور، كيف يتغير شكل السور تدريجيا؟ هل ترون هنا شيئا ما تغير إلى شيء مثل وجه طائر؟ هل نرى هذا الجزء الخلفي أيضا؟ كأنه تل عال، ماذا يبدو حينما تنظرون إليه بشكل دقيق؟ نعم، هل ترونه تغير إلى شكل طائر؟ إن طريقته للتعبير ممتعة جدا. هذا أيضا يبدو كأنه تل عال، وأتوقع أن هناك شيئا ما مختف، ابحثوا عن هذا الشيء المختفي. ماذا رسم هنا؟ هناك جبال في الخلف، وأظن أن ما في الأسفل هو بحر بحيث أنه أزرق. وماذا ترون في الوسط؟ يبدو كأن هناك حيوان ما وشكله غريب قليلا، على أن نقول إنه سمكة، ولكن يا ترى ماذا تفعل هذه السمكة؟ هذا المكان يبدو كأنه صحراء، وفي هذه اللوحة أيضا هناك حيوان مجهول مختفي فيها. ماذا رسم هنا؟ تخيلوا بحرية. واليوم سنرسم حيوانا مع التخيل برؤية صورة المنظر هذه مثل الرسام، هيا ننطلق. أولا سأحدد الأماكن لكم، فانظروا فقط بأعينكم. لدي فكرة، أن نرسم هذا الجزء متشابها مع صورة المنظر فنرسم فيه الصخور والحجارة وأغير هذا الجزء إلى وجه فيل. هيا نرسم بشكل أكثر تفصيلا. Thank you.
والآن نرسم الخطوط عليها بالقلم. وإذا انتهيتم من الرسم، هيا امسحوا بالممحاة. والآن يا أعزائي، يمكنكم التلوين بأنفسكم. يمكن أن تلونوا بلون الفيل، أو من الجيد أن تلونوا بحرية بألوان التراب أو الصخر. أو من الجيد أن تلونوا بأي لون تريدونه غير من الألوان الظاهرة أيضاً. أوقفوا شاشة الفيديو لوقت قصير وأكملوا الرسم بحرية، ويمكنكم أن تروا هذه الصورة. قد لونت هكذا. كيف لونتم يا أعزائي؟ إذا تصورتم حيوانا آخر، من الجيد أن تغيروا لذلك أيضا. كيف كانت المحاضرة اليوم؟ من الممتع أنه يمكن التغيير إلى أشكال متنوعة بحرية حسب التخيل. أشكال الطبيعة متنوعة جدا، فيمكننا التصوير أكثر وأكثر. يا أصدقائي، أنتم أيضا إن كان هناك أشياء من الطبيعة لم يكن لديكم اهتمام بها، تخيلوا الصور المتنوعة وأنتم تنظرون إليها. بذلك ستجدون أشكال متنوعة في تلك الطبيعة. نعم، اليوم أيضا استمتعت بالوقت معكم. إذا نتقابل في المحاضرة القادمة أيضا. إلى اللقاء.